المبنى الأثري اللي مضى على تشييده تقريبا فوق 60 سنة، واللي يعني تواجد فيه المرحوم الشيخ زايد في الأيام أيام ما كان حاكم للعين. جهاز الشرطة كان موجود هنا، جهاز الأمن إذا صح التعبير كان موجود. بالتالي رأينا نحن كشرطة، وخرجت الفكرة من الشرطة بأن نخرج أحدى دوراتنا في هذا المكان التاريخي ولأول مرة، وباللبس واللباس القديم، وهذا ما تم صباح اليوم، وهذا كان افتتاح لهذا المهرجان. طبعا لما فكرنا في هذه الفكرة لاقت استحسان قيادتنا الرشيدة، فحبينا نضم لها عناصر أخرى، فارتبطنا مع هيئة السياحة مشكورين وبعض الجهات الأخرى، وبدينا نفكر في أن نسوي فعاليات غير التخريج، ولمدة تغطي أيام العيد، خصوصا أيام العيد المقبل، وكل عام وانتم بخير طبعا. المهم أن نحافظ ونعرف الناس سواء كان أهل العين أو أهل أبوظبي والإمارات الأخرى والوافدين والمقيمين بما تعني هذه القلعة لنا كإماراتيين وك يعني عايشين على هذه الأرض. وأعتقد المحافظة على التراث من الأسس اللي قائمة عليها دولة الإمارات، واللي دائما قيادتنا الرشيدة حريصة عليها. أتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله أن يكون مهرجان ناجح، ولكن نعد بالمزيد إن شاء الله في المستقبل. افتتح اليوم مهرجان المربع التراثي، واللي احتوى على فقرتين، فقرة صباحية وفقرة مسائية. الفقرة الصباحية اللي هي كانت تخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدين، واللي تخرجوا فيها عدد 129 مستجد. وطبعا الفقرة الصباحية كانت بحضور معالي قائد شرطة أبوظبي معالي محمد خلفان الرميثي، واللي خرج الدورة هذه، واللي هي تعتبر الدورة الأولى في تخريجها داخل هذه المربعة. والتخريج اليوم أيضا صار هناك تكريم للمتفوقين أيضا اللي تكرموا اليوم في هذا المهرجان. وكانت عندنا اليوم أيضا في التخريج لأول مرة تظهر شرطة الخيالة أيضا. فالمربعة طبعا اليوم الجمهور اللي جو واللي حضروا كانوا سعيدين جدا. أول شيء أن في المكان اللي يعني أساسا كانوا قريبين منه، في بعض الناس اللي كانوا موجودين كانوا يعني عملوا في هذا المكان واسترجعوا الذاكرة أيضا مع معالي القائد. وكان معالي القائد أيضا مثل ما قال أنا يقول نظرت يعني إلى المربعة، إلى التخريج، نظرت إلى القيافة والهندام وإلى الطابور والعرض، ولكن الناس اللي كانوا مدعوين كانوا ينظرون إلى الذاكرة القديمة اللي حوت هذا المهرجان، ووجود أول شرطي مرور في تأسيس شرطة أبوظبي. كنا ملبسين 2 وظهروا اليوم أيضا في هذا المهرجان، وهذه أول مرة نبينهم في هذا المهرجان، لهم بالشرطة المرور اللي تأسسوا في سنة 1957، واللي أيضا نظموا حركة السير مثل ما كانوا ينظمونها بالسابق، حتى دخولهم إلى المهرجان اللي هو مهرجان المربعة، واللي كانت في استقبالهم اللي هم من هيئة السياحة، الفرق الشعبية والحربية والعيالة، وكان أيضا وجود لهم الحرفيين اللي موجودين داخل المربعة. لأن نحن في هذا المهرجان عندنا كثير من الشركاء، وهم هيئة السياحة وبلدية أبوظبي والأرشيف الوطني أيضا وصقور الإمارات اللي كانوا متواجدين، إمارات للإطفاء، وجميع تقريبا الإدارات، القيادة العامة للشرطة اللي كان أيضا لها أجنحة خلال هذا المهرجان. وأيضا هناك كان فترة العصر أيضا افتتاح اللي هو متحف المربعة، متحف شرطة المربعة. نقول نحن افتتاح اللي هو الجزء الأول من هذا المتحف، واللي إن شاء الله بيكون بعد سنة افتتاح رسمي كامل. الهدف اللي نحن دائما ناخذين في مقولته والمغفور للشيخ زايد مثل ما قال، اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا مستقبل. وهذا يعتبر نحن أيضا من أهدافنا أن نحافظ على الماضي، لأن الماضي قد ما حافظنا عليه بيكون هو طال عمرك الصلة بيننا وبين أبنائنا. أبنائنا من حقهم أنهم يعرفون تاريخ أجدادهم. باني قلعة المربعة المغفور للشيخ زايد بناها سنة 1948، وهذه آخر قلعة انبنت في مدينة العين، وكانت هي مركز الأمان أيضا لأهالي مدينة العين.
والقلعة هذه كانت أيضا لهم خروج نواة الشرطة من هذه القلعة.